والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الأسئلة، ما جاب كتاب رفع يده؟ الباديين كلهم جايبين كتب، يعني الجاب كتاب يرفع الكتاب. البهاري ولا التوسل؟ التوسل ما قلنا درسين كده هنغيب عن البربهاري، هندرس شبهات التوسل بعد ذاك نرجع في البربهاري إن شاء الله. كل الناس جابت كتب إيمان؟ في ناس ده رفعوا يديهم مع الجاب ولا مع الما جاب، ده تعمل ليه؟ عجيب، جبت كتاب؟ ها؟ مالك ما رفع يدينك؟ طيب، ما هو تعريف التوسل في اللغة؟ ما هو تعريف التوسل في اللغة؟ هو أخونا هنا يا جماعة، زول درجة في جواب، إذا نتعلم شيء من الخطابة والجرأة في الخطابة. أي زول سألناه يجيب على حيله ويقبل للناس، يجاوب لهم يسمى آخر زول. نعم صحيح. طيب، ما معنى كلمة الوسيلة في القرآن؟ كلمة الوسيلة في القرآن يا مزمل. الوسيلة هي القربة، هو ما يتوصل به إلى المطلوب. طيب، الوسيلة في القرآن قال ابن عباس أي القربة، حينما فسر قوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال هي القربة. وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، والعمل بما يرضيه. وقال ابن كثير وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة والمفسرون وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، أن التوسل في هذه الآية تقرب إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. يعني التوسل يا جماعة، وكلمة الوسيلة في القرآن، هي التقرب إلى الله بأعمالك الصالحة. وهذا رد على شبهة من أكبر شبه مشركي زمانه، هذا الدجال الإزيري محمد المنتصر جاب الآية دي وشرح إنه وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة يعني التوسل بالأولياء والصالحين، ده شرحوا لها كده من غبائي وحمقي وجهلي بالقرآن والسنة. قالوا وبهذه الآية يجوز أن تقول مدد يا شيخ فلان، مدد يا شيخ فلان، أو يا أهل الله، أو يا أهل كذا. وهناك فرق بين التوسل وبين دعاء غير الله، هو أراد أن يجوز الشرك الصريح والكفر الواضح، أراد أن يجوز دعاء غير الله وأن يلبس بكلمة التوسل والوسيلة. يعني جوز دعاء لأنه قال يا فلان مدد، يا أهل الله، ده دعاء لغير الله عديد، وده شرك. ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. أما كلمة الوسيلة اللي هو بيفسرها بأن التوسل بالأولياء والصالحين ودعاء غير الله، ابن عباس قال الوسيلة في هذه الآية القربة، وقتادة قال تقربوا إليه بطاعته والعمل بما شنو يا جماعة؟ بما يرضيه. ابن كثير علق بعض الكلام ده كله بعد ما جاب كلام ابن عباس وقتادة وكذا من السلف والمفسرين، قال وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. يبقى الموضوع ماله انتهى. هذا الإزيري محمد المتصل قال لي يجوز أن تقول يا فلان مدد، يا أهل الله، يا صلاح، يا كذا. قال وهذا جائز بإجماع الأئمة الأربعة. يا أربعة دي الله قال كفر، إنه لا يفلح الكافرون.
للزول البدو غير الله سمى كافر من الكافرين. ده قال بيجوز بإجماع الأئمة الأربعة. رجل كذاب دجال لا علاقة له بالدين أصلا ولا بالإسلام ولا بالقرآن ولا بالسنة، لكن بس فتح له الإعلام وما عنده حاجة، ما عنده حاجة، ولا تظن إنه شبهاته دي ما بزول بيقدر عليها، زول جاهل جهلول عاطل مجرم، لكن بس فتحوا له الإعلام، فتحوا له الإعلام ليه هو بس قناة أم درمان والنيل الأزرق وهو فتحوا له الإعلام. طيب السؤال الثاني، كم عدد أنواع التوسل المشروع؟ بظهر العدد بتاعه مش يجمع. أيوة أخونا هنا ثلاثة. طيب ما هي ده؟ أيوة طيب التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بدعاء الرجل الصالح، ثلاثة شنو قلتها؟ التوسل بأعمالك يعني أعمالك أنت الصالح. طيب ما دليل كل واحد من الثلاثة؟ ما دليل على جواز كل نوع من أنواع التوسل الثلاثة؟ نعم لما تسمع الناس إيه؟ قبل عليهم لازم يسمع آخر زول. دليل التوسل بالأسماء والصفات ولله سبحانه وتعالى، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول وكنا مع الشاهدين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في الإسناد الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طيب دقيقة، وين أسماء الله الحسنى وصفاته العليا؟ في الأدلة دي وين؟ أنت مش قلت ده أدلة على التوسل، على جواز التوسل بأسماء الحسنى، مش كده؟ مش كده كلامك وصفات العليا، وجبت دليلين، وين موطن الشاهد؟ أنت قلت اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إلى آخر الحديث. طيب وين هنا الأسماء الحسنى والصفات العليا؟ نعم وأما النوع الثاني من أنواع التوسل. طيب في الدليل الأول ربنا آمنا بما أنزلت، وين هنا التوسل بأسماء الله الحسنى؟ لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت ذكرت آية ثانية، ذكرت ربنا مش كده؟ آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذه الدليل على العمل الصالح، ما بتصلح تكون دليل على التوسل بأسماء الحسنى وصفات العلى، ما بتصلح؟ إذا جاوبت ليه جايزة؟ ها؟ ربنا يا جماعة، ربنا ربنا، وهي أصلها يا ربنا، يا نداء معزوفة. طيب والرب اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويدل على صفة من صفاته وصفة الربوبية، فهو اسم وصفة لدنا، اسم ويتضمن هذه الصفة صفة الربوبية، ففيها في الآية توسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته. أي بواسطة. أما النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح قام به الداعي، كما ثبت أن الثلاثة مرة الذين سدت عليهم الباب الغار، كما ثبت في قول الله سبحانه وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء من يقول توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى أولا بإيمان بالله سبحانه وتعالى، بقوله ربنا آمنا بما أنزلت، وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باتباع
الإمام والقران وغلا من السجر. فتفرق السحاب فخرج حاسد فهذا من على جزاك الله خير أحسنت. طيب الحديث الأول حديث قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، تذكرونه؟ الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فانحدر الصخرة من أعلى الجبل فانسد عليهم باب الغار. على ماذا يدل هذا الحديث؟ أو بمعنى آخر، على أي نوع من أنواع التوسل الثلاثة يدل هذا الحديث؟ وما هو موضع الشاهد تحديدا من الحديث؟ طيفور أنا ما سامع أي حد، أجيب على حيلك أول حاجة وسمع الناس كلها أوريهم هم أنا. سامعين حاجة ما؟ علي صوتك. والثالثة العفة، نعم، عن الزنا بعد قدرتي عليه، صحيح. إذن هذا الحديث دل على شنو يا جماعة؟ التوسل على نوع من أنواع التوسل الثلاثة، وهو توسل إلى الله بالعمل الصالح، يعني عملي زول، يعني ممكن تقول اللهم توسل إليك بعمل الزول ده صالح، بعملك أنت، لأنه كل زول دعا بعمله هو. وفي بداية الحديث قال له واحد، قال لهم إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، أعمالكم يعني أنتوا دين، مش عمل زول تاني صالح أو جاه زول. وفيه برضو توسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، لأنه قالوا اللهم اللهم اللهم، وشرحنا معنى كلمة اللهم في غير ما درس. طيب الحديث الثاني، على ماذا أو على أي نوع من أنواع التوسل يدل، وهو حديث البخاري من رواية أنس ابن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمي نبينا فاسقنا، قال فيسقون. على أي نوع من أنواع التوسل الثلاثة يدل هذا الحديث؟ وما هو موضع الشاهد من الحديث؟ أيوة، التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحاضر، قال الحي، صحيح. طيب هذا الحديث نفسه، هذا الحديث نفسه يفهمه مشركو زماننا فهما خاطئا ويضللون به الناس، ويقولون عمر بن الخطاب لم يقل اللهم كنا نتوسل إليك بدعاء أبينا، والآن نتوسل إليك بدعاء عم نبينا. قالوا من أين أتيتم بالدليل على أن هذا التوسل الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالدعاء، بدعاء العباس أو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين الدليل؟ فما هو الجواب؟ وأين هو الدليل؟ ما هو الجواب وأين هو الدليل؟ أيوة، عند الترمذي. انا بسالك هي عند الترمذي؟ طيب تقولها كيف؟
الإنسان ما ينسب شيء هو غير مذاكرين، ولكن هو لعله يعني اختلط عليه الأمر، ما قصد يعني ينسب هذا الشيء. لكن أنا بصدر التنبيه لي ولكم ولي أنا أيضا قبله. إذا ما عرف ورد وين ما تقول ورد، خليه أقول الحديث لو متأكد صحيح، لكن ما عرف المصدر الراوي منه قوله بس، قول وسألوك بعدين قول إن شاء الله نراجعه، ما في مشكلة. الشيخ بن باز كان مرات يقول إن شاء الله سنراجع هذه المسألة، بن باز ما في مشكلة. وأيه ذو البنسة؟ طيب لا تقول حاجة. نعم، نقل ابن الجوزي في كتابه سيرة ومناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ونقل ابن حجر في فتح الباري من رواية أوعو عن الزبير بن بكار، وذكر ذلك الزبير بن بكار رحمه الله في كتابه المسمى بالأنساب، في كتابه المسمى بالأنساب، ونقل كل ذلك عن الزبير بن بكار ابن حجر في فتح الباري، ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري. طيب الشيخ الألباني يتكلم عن هذا الحديث، هو توسل عمر بن الخطاب والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين معه بالعباس بن عبد المطلب. هل التوسل كان بجاه العباس ومكانته أم كان بدعائه إلى الله؟ النقطة الأولى ذكرناها المرة فاتت لو تذكروا، قلنا الشيخ الألباني خلاصة كلامه في النقطة الأولى قال التوسل ده كان بدعاء العباس لعدة أسباب من الحديث نفسه، عدة أدلة من الحديث. الدليل الأول قال نحن والمخالفون لنا في موضوع التوسل من الصوفية وغيرهم يعني متفقون جميعا نحن وإياهم أن هناك كلمة مقدرة، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإن فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. نحن والمخالفون قال متفقون على أن هناك كلمة مقدرة. قال المخالفون يقولون هذه الكلمة المقدرة جاه نبينا، جاه عم نبينا، ونحن نقول دعاء نتوسل إليك بدعاء نبينا، والآن نتوسل إليك بدعاء عم نبينا. نأخذ قولهم هم إن الكلمة المقدرة الجاه، إذا كانت الكلمة المقدرة الجاه زي ما هم بيقولوا صوفية وزي ما بيقول هذا الدجال الإزاري، نسألهم سؤال أيهما أعظم، جاه رسول الله أم جاه العباس؟ فإذا قال جاه العباس كفر بالله، وإذا قال جاه رسول الله نقول له إذن لماذا عدل عمر عن التوسل بجاه الرسول الذي هو الأفضل إن كان جائزا التوسل به إلى التوسل بجاه العباس الذي هو المفضول يعني الأقل فضلا من جاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب شنو؟ بعضهم يقول، بعض الصوفية يقول لك أيوة، يقول لك صح جاه الرسول أعلى وجاه العباس أقل بكثير من جاه مقارنة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر بن الخطاب ترك جاه الرسول وأخذ جاه العباس هنا في الحالة دي تحديدا في الحديثة والمرة دي تحديدا لبيان الجواز، عشان يورينا إنه التوسل بجاه غير الرسول جاهز. رد الشيخ الألباني قال هذا نرد عليه بمسألتين، المسألة الأولى عقلية أنهم توسلوا بالعباس الآن في حالة القحط، قال ابن حجر وكان ذلك في عام الرمادة مجاعة شديدة جدا والناس في أشد الحاجة إلى استجابة الله لهم بالأرزاق والأمطار والزرع والضرع، فهل في هذه الحالة الشديدة وحالة المجاعة وهم يجدون جاه رسول الله إذا كان التوسل به جائزا يتركون الأفضل ويذهبون إلى المفضول لبيان الجواز وهم في أمس الحاجة إلى الطعام والشراب والغذاء والأمطار إلى آخره؟ قال هذا لا يستقيم عقلا. قال لأنه الآن إذا جنبك في نبي، ده شغل الألباني يقول كده، ده نبي وده زول صالح لكن ما نبي، الذين عندهم جاه عند الله سبحانه وتعالى يعني مكان عند الله، والذي يريد التوسل المتوسل
كان في ضائقة شديدة جدا. بمن يتوسل؟ بمن يتوسل؟ بدعاء النبي أم بدعاء الصالح الذي هو أقل من النبي، وهو في أشد الضيق يتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء أن يدعو له الله سبحانه وتعالى. قال الدليل الثاني نص الحديث، شوف الشيخ الألباني كيف، عن أنس بن مالك قال كان عمر بن الخطاب إذا قحط يتوسل بالعباس، كان إذا قحط، قال دل ذلك على تكرار هذا الفعل وهذا التوسل من عمر بن الخطاب، أليس كذلك؟ فلو كان عمر فعله لبيان الجواز قال الشيخ الألباني لكفى مرة واحدة ولم يفعله دائما كلما يتوسل، أو ولم يفعله مرات أو مرات عديدة أو مرات كثيرة. كلام واضح مش يا جماعة؟ إذن بطلت هذه الحجة التي يأتي بها هؤلاء الضلال في زماننا هذا. طيب، الدليل الثاني من الحديث نفسه أن التوسل كان بجاه كان بدعاء العباس وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبله وليس بجاه، قول الشيخ الألباني عدول عمر عن التوسل بالنبي إلى التوسل بالعباس. ليه عمر أصلا قال كنا نتوسل إليك بنبينا وبعدها قال الآن نتوسل إليك بعم نبينا؟ ليه ترك التوسل بالنبي؟ ليه تركه؟ قال لأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته غير ممكن، عشان كده ترك. فلو كان التوسل بجاه النبي بالجاه يجوز، جاه رسول الله بعد وفاته موجود ولا ما موجود؟ جاه الرسول بعد ما مات مكانته عند الله قاعدة ولا ما قاعدة؟ قاعدة. فلو كان التوسل بالجاه أو بالمكان جائزا لما ترك عمر التوسل بجاه ومكانة رسول الله ولو بعد موته إلى التوسل بجاه أي أحد ولو كان العباس، صح ولا ما صح؟ هذا كلام الشيخ الألباني، هذا هو الدليل الثاني. قال عدول عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس. طيب، الدليل الثالث قال من الحديث نفسه الذي يدل على أن التوسل كان بدعاء رسول الله وبدعاء العباس وليس بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاه العباس، قال أنا لخصت بس كلامه في نقاط الشيخ الألباني. الدليل الثالث قال رواية الزبير ابن بكار فيما نقل ابن حجر وذكر نصها شيخ الألباني أن العباس رفع يديه إلى الله ودعا بدعاء المشهور، قال اللهم إن القوم اتجهوا بي إليك في معناه، وقال وهذه أكفنا إليك بالدعاء وما نزل بلاء إلا بمعصية ولم يرفع إلا بتوبة، وسأل الله عز وجل وأنزل الله المطر. تجدون عند حجر فتح الباري، أنا لا يحضرني النص بالضبط، وتجدون في هذا الكتاب توسل أنواعه وأحكامه للألباني. طيب، هذا آخر ما تيسر في الأجوبة على هذا الحديث، حديث توسل عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع. وأسأل الله سبحانه وتعالى المسألة تكون واضحة للجميع، لكن تحتاج المسألة مننا جميعا نراجعها مرات ومرات وتحفظها في رأسك، لأنه الآن هؤلاء الصوفية بيجوا يدرسوا شباب ويفرقوا تلاميذ ليحملوا الشرك وينشروا الشرك وعبادة غير الله عز وجل في المجتمع. وما تنشغل عليك الله، بل شيل اسم الواتساب ده. خلاص، عندك سؤال عن الواتساب قوله أقرأه. جزاكم الله خير. سائل يقول يوجد كثير من الشباب السلفي من أهل الحق يجادلون ويناظرون أهل البدع ومن هم على انحراف على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ساعاتي متأخرة من الليل، وبعضهم يسلم عليهم ويضحك معهم، وإن كثير منهم من تشبع بشبههم فنصحناهم
ولم ينتصروا، فماذا تقول لهم جزاكم الله خير؟ طيب يا جماعة، السلف الصالح نهوا عن مجالسة أهل الشبهات، صح؟ ونهى النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كله عن مجالسة أهل الشبهات، وحذر منهم، وحذر من الاستماع إلى أهل الشبهات، فيما رواه البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الآية. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلاها: فإذا رأيت الذين، انتبه للحديث، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، 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 يعني شنو؟ يعني تحذر أهل الشبهات تماما وأهل البدع، لا تجالسهم، لا تناقشهم، لا تماشيهم، لا تآكلهم، تحذرهم تماما. ده تحذير عام من أهل الشبهات، من مجالستهم، من مواكلتهم، من مؤانستهم، من نقاشهم، من كل، إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك. والذي يضطر إلى ذلك الذي معه العلم. طيب ليه السلف نهوا عن مجالسة ومناقشة أهل الشبهات وأهل الأهواء والبدع؟ العلة شنو؟ الحكمة شنو؟ عشان ما يأثروا عليك. ومتين حيأثروا عليك؟ متين، لما ما يكون عندك العلم الكافي لرد ودفع هذه الشبهات التي يحملونها. انت الآن بتخش في الفيسبوك والواتساب وشنو ما عارف، المهم اسماء كثيرة، بتلقى زول نصراني عنده شواويل بتاع الشبهات، دار تناقش وتغنعه هالساعة، للساعة 2 صباحا ترسل له تي 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 تي، للساعة 2 صباحا خلاص. وتلقى واحد يهودي دار تناقش وتغنعه، وتلقى واحد صوفي تجاني، وتلقى واحد بوزي، وتلقى واحد سماني، وتلقى واحد قادري، وتلقى واحد أخو مسلم سروري إناء إصلاحي مركز عام جمعية، وانت شغال دار تناقشهم كله. هل عندك العلم الكافي دير كلهم اللي انت بتناقشهم دير ما غيرهم؟ عندك العلم الكافي ترد عليهم؟ إذا ما عندك العلم الكافي يا أخي ما تخش، ما تخش، لأنه حتركب لك شبهات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، استبرأ لدينه، يعني طلب البراءة من البدع والشبهات لدينه، يعني حافظ على دينه، يعني اتقى الشبهات، ترك الشبهات ومجالسه وأصحابه وأشخاصه، قال ده فقد استبرأ لدينه، حفظ دينه، كان سبب في حفظ دينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأنا متأكد معظم الناس، مش معظم، الغالبية العظمى من الناس اللي بيناقشوا جوا ديل ما عندهم العلم الكافي، ولا كلامي ده غلط؟ طيب ليه بتخشوا تناقشوا؟ ليه؟ أنا ده أفهم. عشان كده أنا بلاحظ دائما أقرب الشباب إلى الضلال والذين ضلوا من قبلهم والذين ضلوا من قبل قبلهم إنما بسبب هذه النقاشات التي في هذه الوسائل الحديثة. مش الوسائل دي حرام، بعض الناس المرة فاتت ربما فيهموا قالوا أنا حرمتها الواتساب، ما بحرم واتساب، يحرموا كيف؟ حلال ولا حرام؟ استخدامك ليه وده اللي بيحرموا لك، بتناقش على البدع وانت ما عندك علم كافي، ده حرام عليك، حرام عليك. وصوا إذا كان الجلاكسي ده السبب أمش بيه وقول بيه أي حاجة، أي حاجة وكلها حلال في بطنك ده وامشي، والله يجد. فأزول ما يبقى زول ما يفهم في دينه. يا جماعة حافظ على دينك، أنت بتقول برا هنا والله زول أنا ما سلمت عليه لأنه حزبي، حزبي مع ناس الإصلاح مثلا، طيب جوا أنت بتجالس بالواتساب تضحك معه أخيه ويقول لك جوا هناك، الفرق شنو بين برا وجوا؟ أنا ده أفهم. وليه السلف حذروا من، حذروا من مجالستهم عشان ما تقع لك شبهة؟ طيب جوا هنا في واتساب ولا فيسبوك ولا غيره ما الشبهة ذاتها بتقع عليك، بل هناك بتقع عليك أسرع، لأنه بيجيب لك زي مصلاية طويلة. قال ابن القيم، ما قال، ما قال، قال الطبري، ما قال، وأغلب المعلومات الجوة دي غلط. رأيك شنو أنت؟ أغلبها
يا أحاديث قال الرسول عديل بيكذبون على الواتساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر، مثال ليس للحصر، مثال بس، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره، وفي رواية وأظافيره شيئا. ناس الواتساب قالوا ما صحيح، ناشرين كان ما تذكر الرسالة دي مشهور وضرب ليه قريب 100 نفر، حديث قالوا ما صح ولقينا بالواتساب، واتساب بتاع شو؟ حديث صحيح صح العلماء تقول لي واتساب، وفي حديث ضعيفة بينشروها، بل بعض إخواننا ذاته واحد يقول له رسالة طويلة بدايع ابن الغيم، قال ابن الغيم في هذا الصباح، وقال ابن تيمية ما قال تلقاه طوالي يشيله وينشره طوالي للصيعة. داسة بيجوز الكلام ده؟ هل انت رجعت المراجع في المكتبة لقيت فعلا ده كلامه في الكتاب ذاته فعلا قال ولا نشرته ساكت؟ ده سؤال. وهل ناس الواتساب والفيسبوك قاعد يلقوا وقت يرجعوا الكتب؟ هل قاعد يلقوا وقت يقروا المصحف؟ كلام الله ده قاعد تلقوا ليه وقت؟ كده اسألك بالله. وإذا قلت لي بلقى، هل أكثر وقت كسع بعد ظهور الوسائل اللي أنت متحشر فيها دي ولا زمان؟ كنت بتقرأ كتاب الله أكثر يا تو؟ فاتقوا الله يا جماعة، والمشاكل دي أغلبها في الدين وفي الدنيا جاتنا بسبب الدخول الخاطئ، أقول الدخول الخاطئ في هذه الوسائل. لكن لو زول بيستخدمها صح فلا بأس، إعلانات، تعلن محاضرات، تعلن الدروس، تعلن الحلقات تحت الأسواق أو اللقاءات أو غيرها، برامج دعوية، ما في مشكلة. لكن تتخذ وسائل لنشر الباطل وتضييع الأوقات. 2 صباحا تلقى زول فلان يكتب، تلقاه ماشي، انت ما بتنوم، فلان يكتب مجموعة معارف مجمع الحرمين، مجموعة شنو كده الدعوة السلفية، مجموعة سلفيون ولا شنو ما عارف، يكتب الساعة 2 صباحا بعد الصبح تسلم. انا بلقاه وين؟ انا مخصوص ارجو اخواننا ديل بيسووا، اخواننا بيسووا شنو؟ بعد الصبح مباشرة قبل استغفر الله 3 اللهم انت السلام ومنك السلام، فلان يكتب. ده شنو ده؟ تكتب كيف؟ كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه يستغفر 3 يقول اللهم، والله انا شفت اخواننا من افاضل اخواننا هذول يسلم كده بيفتح الواتساب، يسلم كده يفتح الواتساب وتلقاه يقول للصوفي تقبل الله بعد السلام بدعة. هذا شنو؟ انت اللي بتسوي فيه ده شنو بعد السلام واتساب؟ لا في استغفر الله 3، لا في اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ده سنه؟ يا ناس افهموا الحاصل، ما تضيع زمنك. ولو لم يكن في هذه الوسائل الا تضييع الاوقات لكفى. فيها تضييع الاوقات ولا ما فيها؟ فيها. وربنا بيسالك يا اخي، في زول بيسائل بالواتساب ممكن يضيع الصبح، يقول لك انا اجادل في اولاد صوفيه، حرام. جدالك اليوم اللي بفوتك صلاة الصبح حرام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الآية دي بتنطبق فيك طوالي بواتسابك، بتنطبق فيك. دي الضرر الأول ضياع الأوقات وضياع العبادات وضياع الفرائض. الفرائض تضيع أنت. الضرر الثاني كثرة الجدال وكثرة المزاح. واحد تلقى مش اكل كسرة او اكل شنو، قوم شك صور صور يرفعوا، رسل للجماعة، ارفع في المجموعة. يا اخي دي كسرة في ويكا مجموعة بتاع شنو؟ هسه المجموعة دي كلها تستفيد من الويكا شنو؟ الخروف والعمل الويكا ينطلع مرق. المجموعة دي تستفيد في دينا من الشيء ده شنو يا جماعة؟ ضياع الاوقات وكثرة المزاح وكثرة الجدال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أضل الله قوما بعد هدى آتاهم إياهم إلا أوتوا شنو؟ الجدل، أو كما قال رسول الله صحوا الألباني. فأزول ما يجادل، تلقى بيجادلوا في أشياء. واحد قال لي في جماعة كان بيجادلوا في مصران الجدادة من أخواننا، مصران الجدادة، أو حتى لو أمر في الدين، وده أسوأ من مصران الجدادة. إذا كان أمر في الدين وأحد الأطراف من المتجادلين أحد الأطراف جاهل بالدين ويجادل، هذا من أعظم الباطل. لأن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله بيسألك عن الباطل والجهل اللي افتت به برا وجوه الواتساب وجوه الفيسبوك، كله الله بيسألك، الله بيسألك منه. وما علماء
ولا وجدنا فيهم واحد عالم. تلقيه جادل وكلهم يجادل والله هذا حرام وهذا حلال وخيره. وبعدين حتى الشباب اللي بينبذوا فينا وبينبذوا فيكم ما تشتغل بهم يا اخي. مش الناس ردت وطلعت كتاب والموضوع انتهى، خلاص ارمي ارجع طوالي لحرب الصوفية ده لو ارمي قدام ما يصرفوك. لا تقول لي ذاك محمد عامر نبذني والارعفين له لوجه الله تعالى، خليه يمشي يا اخي شغل دعوه. زول بس همه انه ينبذك، ما عنده موضوع. هؤلاء كذابون، هؤلاء حاقدون، هؤلاء مجرمون، جزاك الله خير. اشتغلوا دعوه ما فيها، اشتغلوا دعوه طوالي ما تقف لهم، يعني ما يوقفوك كده بالمحطه تكون راجي ترد على زول اصلا ما يستحق الرد وزول مغمور والرد عليه لا يزيده الا فرحا. خليها جزاه الله خير، اشتغل دعوتك دي الله بيرفعك. الله ما بيرفع الا الزول المخلص والمتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، ابدا ما يرفع زول الا المخلص والمتابع للنبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.